بسم الله الرحمن الرحيم للغة الإنجليزية ونستأنف مع بقية هذه الصور. كما نلاحظ عندنا This is my heart. This is my heart. This is my heart. شو مقصود بها؟ هذه قبعتي. سيمون شابو. إذا تمرو سيمون شابو. شنو المقصود بهذا is؟ It's the verb. It's the verb to be. إذا هذا لو ذهب أتخ. سلو ذهب أتخ. ذكرنا من قبل بأن الصرف ديال to be يعني فعل أتخ في الإنجليزية اللي هو فعل كان كما لو نقول تنقول I am, you are, he is, she is, it is, we are, they are. ونقدر نقوله this is my heart يعني هذه تكون قبعتي. This is my heart كما لو نقول هذه تكون قبعتي. بحال تنقول احنا بالدارجة هذه راها القبعة ديالي. هذه راها القبعة ديالي. هاد the verb to be انو تيلعب هاد الدور هذا. يعني كما لو نقول كان هو لو verb être في اللغة الفرنسية. اذا نقول I am يعني انا اكون. يعني كما لو نقول انا. You are يعني انت تكون او انت تكونين. عندي تنقول to you. تنتكلم على the verb to be in present tense في الزمن الحاضر. نقول I am, you are, he is, she is, it is, we are, they are. إذن عندنا هنا this is my heart. This is my heart. This is my heart. سيمون شابو. سيمون شابو يعني هذه قبعتي. ثم عندنا that is his heart. 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 تلك هي قبعته. تلك تكون قبعته. تلك تكون كما نقول قبعته. That is his heart. That is his heart. كما نقول تلك تكون قبعته. ثم عندنا his heart is on his head. His heart is on his head. مش hand. Head يعني الرأس. His heart is on his head. His heart is on his head. His heart is on his head. Son chapeau est sur sa tête. إذن قبعته فوق رأسه. His heart is on his head. His heart is on his head. Her heart is in her hand. Her heart is in her hand. إذن her heart is in her hand. كما نقول بأن قبعتها توجد في يدها. في يدها. هذيك شي استعملنا إن. هذيك شي استعملنا إن. كما نقول son chapeau est dans sa main. يعني أنها تأخذ القبعة بيدها. لتلاحظوا على عكس الفرنسية. ملي تنقول son chapeau المقصود به بأن القبعة تعود لشخص مذكر أو مؤنث في الغائب. ملي تنقول son chapeau يعني أن هذه القبعة تعود له أو لها. لكن في اللغة الإنجليزية his hat تعني قبعته. her hat تعني قبعتها. عندما نقول his hat المقصود بها قبعته. عندما نقول her hat المقصود بها قبعتها. على حساب لما غننسبوا هذا الشيء هل سننسبه لها أو له. إذا نقول her hat is in her hand. Her hat is in her hand. In her hand. In her hand. Her heart is in her hand. Her heart is in her hand. Tuma, that is your heart. It is on the table. That is your heart. It is on the table. That is your heart. It is on the table. That is your heart. It is on the table. That is your heart. It is on the table. That is your heart. It is on the table. إذن سيتون شابو سيتون شابو سيغ ان طاب إلي سيغ لا طابل سيتون شابو إلي سيغ لا طابل سيتون شابو إلي سيغ لا طابل. عندي هذه قبعتك هي فوق الطاولة. سيتون شابو إلي سيغ لا طابل تلك قبعتك هي توجد فوق الطاولة. ثم عندنا those are your hat. They are on the table. Those are your hats. Your hats.
your hats. Your hats. They are on the table. إذن those هذه الجمع ديال that. فهمتي؟ تنتكلموا على تلك ولكن تنتكلموا على مجموعة قبعات. Those are your hats. They are on the table. Those are your hats. They are on the table. Those are your hats. They are on the table. They are on the table. كما نقول تلك هي قبعاتك. They are on the table. إذن كما نقول تلك هي قبعاتك نقولها بالجمع هي فوق الطاولة. تنتكلم عن الجمع. Had those. هذه الجمع ديال ذات. هي الجمع ديال ذات. إذن ماذا نقول؟ Those are your hats. They are on the table. Those are your hats. They are on the table. They are on the table. إذن بحال تنقولوا حنا سوسون تي شابو. تنتكلموا بصفة عامة. تنتكلموا بصفة عادية. يعني تنتكلموا على بزاف ديال القبعات تعود لك أنت. إذن نقول سوسون تي شابو. تعود لك أنت أو تعود لك أنت. إلا إذا أردنا أن نستعمل الاحترام هنا نقول سوسون فو شابو. إل سون سوغ لا طابل. سوسون فو شابو تنتكلموا على فو. V-O-S. تنتكلموا على هاد القبعات هي لك. سوسون فو شابو. تنتكلموش على فو أبيك V-O-E-S. تنتكلموا على V-O-S. تنتكلموا على مجموعة أشياء تعود لك أنت. تقول له مثلا سوسون فو شابو. إنها قبعاتكم. تلك هي قبعاتكم. سوسون فو شابو. كما نقول إنها قبعاتكم. تنتكلم على مجموعة قبعات تعود لكم أنتم مجموعة أشخاص. كل شخص له قبعته. كل شخص عنده قبعة. في اللغة الفرنسية إذا كانت هاد جوج قبعات تتعود لشخص واحد شنو غنقولوا ليه؟ سوسون تي شابو. إنها قبعاتك أو إنها قبعاتك. إذا عندنا مجموعة قبعات تعود لشخص واحد. إذا ماذا نقول؟ سوسون تشابو. سوسون تشابو. إلا إذا أردنا أن نستعمل الاحترام. تنقولوا إنها قبعاتكم. سوسون فو شابو مثلا. بغض النظر هذه الحالة ديال أنك تحترم شخصا. ممكن أنك تتكلم مع شخص واحد تقول له سوسون تشابو. سوسون تشابو. لكن في اللغة الإنجليزية سواء تكلمت مع شخص واحد أو تكلمت مع أكثر من شخص في الحالة نفسها. بحال تتقال الكلام. فهمت ولا لا؟ إذا مش غنقولو those are your hats. They are on the table. Those are your hats. فهمت ولا لا؟ Those are your hats. They are on the table. Those are your hats. They are on the table. تلك قبعاتك أو تلك قبعاتكم. تلك قبعاتك أو تلك قبعاتكم. تقال بنفس الطريقة. Those are your hats. Those are your hats. They are on the table. إنها فوق الطاولة. لاحظ مثلا Those are your hands. Those are your hands. شو مقصود بها هنا؟ هذان يديك. تلك يديك. تلك هي يديك. فهمت ولا لا؟ Those are your hands. شحال كاين من يد هنا؟ اثنان. لمن تعود ليدين؟ لذلك. تعود لشخص واحد. إذن تلك هي يديك. أو كما نقول تلك هي أيديك لأن تقال بالجمع. تنتكلموش على يد واحدة بحال اللغة الفرنسية. يا إما المفرد يا إما الجمع. ما كاينش المثنى. واش فهمت ولا؟ لاحظ هنا those are your hats. Those are your hats. Those are your hats. تلك هي قبعاتكم. تنتكلموا على مجموعة قبعات مش بالضرورة يكونوا غير جوج. فهمت ولا؟ نتكلم عن مجموعة قبعات ليس بالضرورة أنها اثنان. هناك أكثر من قبعة هنا وتعود لأكثر من شخص. سواء كانت عندنا مجموعة قبعات تعود لشخص واحد أو تعود لمجموعة أشخاص نقول those are. نتكلم عن مجموعة أشياء شيئا ما بعيدا منا نقول تلك. Those are your hats. They are on the table. تلك هي قبعاتك أو تلك هي قبعاتكما أو تلك هي قبعاتكم. إذا كل هذه الحالات صحيحة. They are on the table. Those. هذه الجمع ديال ذات. Those. هذه الجمع ديال ذات. الجمع ديال this. شنو هي؟ الجمع ديال this. شنو هي؟ نقول this is my hat مثلا. إذا الجمع ديال this. شنو هي؟
الجمع ديال this هي these. إذا نقول these are my hands. 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 هذيك S الخاصة بالجمع تنطق ليست كاللغة الفرنسية. These are my hands. These are my hands. ثم عندنا This is my right hand. 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 Right, right. Right, right hand. Right, right. 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 يمنى. اليمين أو يمنى. يمين أو يمنى. تعني أيضا الصواب وتعني الحق إلى آخره. شي حاجة مناسبة أو أنها على حق أو نتكلم عن صواب نصفه بأنه right يعني أنه على حق يعني أنه صواب. ثم عندنا This is my left hand. 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 إذن سمامة. أدغوت. سمامة غوش. سمامة غوش. This is my right hand. سمامة. دغوت. سمامة دغوت. سمامة دغوت. يعني إن يدي اليمنى. سمامة غوش. إن يدي اليسرى. This is my left hand. This is my left hand. في الجمع. Those are your hands. Those are your hands. Those are your hands. Those are your hands. إذا نتكلم عن تلك هي يديك أو أيديك كما نقول. إذن that is your right hand. 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 تلك هي يدك اليمنى. That is your right hand. 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 ثم That is your left hand. That is your left hand. تلك يدك اليسرى. نستأنف في الفقرات القادمة حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.